هذه الإخوة الكرام خالية طولية، المصيدة راهي في الباب، غلقت لها الجهة اليسرى، خليت لها غير على مقاس المصيدة وتجمع ما شاء الله. الآن راني عطيتها ثلاثة أساس على بعضها، نعطيها تغذية قويها مليح ونبدأ نستغلها في التقسيمات، تقوية الخلايا، جمع حبوب اللقاح، نوية التلقيح، كل شيء بإذن الله. بالنسبة للخلايا المجيشة أو الخلايا الطويلة أو الطولية، هذه فيها 21 إطار، هذه المقاسات اخترتهم أنا، فيها 80 سنتيمتر طول، 80 سنتيمتر. والعرض ها هو العرض كما تشوفوا، المصيدة راهي طيح مع الانجستروث، كاين شوية فاضلة واحد 10 سنتيم فقط. هذه هي، هذه بالنسبة للخليطة، راهي حضنة مغلقة ومفتوحة وبيض، يعني من كل الإطارات، ما عدا الإطارات التي أضفتها.